كل صبية بتحب تهتم بصحة شعرها ولمعانه، بس في عوامل معينة بتأثر على صحة الشعر وبتسبب التلف والتقصف. فشو هي هاي العوامل؟ خلونا نشوف. مثل ما بنعرف كل سيدة شعرها هو تاجها وسر تألقها وجاذبيتها، ودائماً بتدور على الحلول لحتى يظهر بمظهر صحي وحيوي. العوامل اللي بتأثر على الشعر اللي هي الصبغات، السيشوارات، الجفاف، الجو الحار، الشمس، الحجاب إذا كانت سيدة محجبة، كل هاي العوامل تأثر أكيد على الشعر، ودائماً لازم ندور على الحلول والعلاجات لحتى نساعد الشعر يضل بصحته وحيويته. في تقنية جديدة اسمها نانو بلو هير تريتمنت، شو هي وشو هي المراحل اللي بتتبعوها لتعالجوا الشعر من خلالها؟ هلأ نانو بلو هير تريتمنت هي من الصيحات اللي عاملة ثورة بعالم التجميل هلأ، واللي نازلة جديد انه عم تساعد الشعر انه يرجع الشعر التالف يرجع نعالجه ونحميه من اي عوامل طبيعية اللي حكينا عنها من قبل. المراحل تبعه اللي هو بيكون الشعر تالف او تعبان كتير، منبلش من بالنانو بلو هير تريتمنت، مثل ما عم نشوف انه بيطلع مثل ضوء بخار خصوصي معالج للشعر، بيفتح رشاشف الشعر، بعدين بنحط سيروم معالج على الشعر. بعد ما نخلص مرحلة 10 دقائق من النانو بلو بنحط السيروم، نتركه 3 دقائق، بنرجع بنحط ماسك معالج للشعر، بعدها بنرجع بنعمل بالنانو بلو هير تريتمنت كمان لمدة 10 دقائق، واخر شيء بنغلف الشعر بماسك خصوصي لتغليف الشعر وحمايته من التقصف ومن العوامل الخارجية. وهي التقنية تعتبر حماية للشعر من بين 3 اشهر لخمسة اشهر. المرأة بحاجة جلسة واحدة. طبعا اكيد في مثل ما شفتوا انه كان شعر كتير تعبان وقدي صار هلا حيوي، وفينا نقول لمعان رجع اللمعان ورجعت الحيويه له.